بالنسبة للحدث اللي حضرتو لي اليوم، راه شفتو السيدة يلاه جبدناها مدة دابا 4 أيام وما كيحفروا كيجبدوها. جبدات مسكينة مرفوخة وحالتها، راه شفتو كلشي بعينيكم. والله يرحم الله يوسع عليها. بالنسبة لهذه هي كملت 47، كاينة 46 حالة. واد الدرية اللي جبدناها يلاه عندها 8 سنين، هي مسكينة هي الأخرى يلاه جبدناها وبصعوبة. حتى جاو السلطات المحلية وجاو البارح، جاو البارح واليوم جاو، الحمد لله بقاو عليها حتى تجبدات. هذا هو اللي كاين. بالنسبة لك انت، هاد السيدة من العائلة ديالك؟ هاد السيدة من العائلة ديالي، وعندي بنت عمتي ماتت، بنت عمي ماتت، انا مات لي اخويا، واختي مات لي اخويا وولادو بربعة، واخويا عاود تاني ماتوا لي جوج الوليدات. هذا هو اللي كاين. انا لله وانا اليه راجعون. هذه آخر وفاة في هذا الدوار، اخر وفاة السيدة هي هذه ديالك؟ ديالي، ديال الدوار اخفيس، جامعة تيزينتاس، دائرة ولاد بالرحيل، اقليم تارودانس. اخر وفاة هي هذه، الحمد لله ملي جبتناها بعدا. وهذا هو اللي كاين. انتوما راه شفتوا كلشي عيني عليكم، راه السلطات دارت شغلها الحمد لله. بالنسبة للجمعيات راه التعاون وما خاص خير، بالنسبة للماكلة والأغطية داكشي كلشي موجود الحمد لله، الله يجزيهم بخير. بالنسبة للمبيت، الناس مكرفسين حيت كاين البارد والجو دابا تبدل. بالليل كيكون البرد، الناس كيباتوا في الخلا، ما عندهم لا ميكات لا قياط لا والو. بالنسبة للسلطات راه داروا معانا غدا ان شاء الله، غادي يجيبوا لنا هادشي، يجيبوا لنا القياطر باش الناس يحيدوا من دعم البرد، يجبدوا الوثائق ديالهم ويجبدوا الاغراض ديالهم، حيت ما يمكنش يخليوا هادشي هنا بحال هكا. الله اعلم، دابا ما نقدرش نقول لك واش كلشي غيرحل ولا كلشي غيبقى، على حسب. كاين اللي غيبقى، كاين اللي ما غاديش يبقى، كاين اللي صافي كره يجي هنايا، حيت كاين العائلات، كاين اللي الدار عائله كلها مشات، ما يمكنش يبقى هنايا. علاش تكثر هاد الدوار بزاف؟ ما الله اعلم هادشي علاش، ما كيفاش يعني. البوراج جات القلعه على حساب النيفو اللي حنا فيه، حيت هاد الدوار هو اللي كضاق بزاف. 47 حالة، والدوار اللي حدانا مشات فيها 16، ماشي شي ماشي بزاف. والدوار اللي تحت منا تا هما ماشي بزاف، ولكن الدوار بعيد عنا بين شي 4 دواور مشاو فيه شي 70 واحد، وحنا 47 حالة تقريبا. الا مشيتي تقبسي ديريكت الجبل ما طلعش بيراجات وتمشي حتى الحوض وداك الشيء، غتكون شي 7 كيلومتر. هذا هو اللي كاين. هادشي علاش حنا كنا ندق وجينا في الخط ديال البوره، والحمد لله على كل حال.